بعد ابطال ونجوم كاريزما 1 تتوقع كاريزما 2 بيكون بقوه او راح يكون بقوه كاريزما 1؟ وهل وش الاختلافات اللي بتكون فيه في حال انه كان افضل او اقل او الى اخره؟ والله شف يا سلطان، التفاؤل موجود، لكن يعني زي ما قال اخوي فهد، يعني ما هو مدح في كاريزما 1، لكن كاريزما 1 يعني اثبتت، يعني نسخه اثبتت وجودها فعلا حتى في الساحه الاعلاميه، يعني اغلب المتواجدين في الساحه الان من نجوم كاريزما، والمسؤوليه يعني امام الجميع، يعني امام الاداره وامام اللجنه وامام المتسابقين، او التحدي كبير جدا في كاريزما 2، انه يعني كيف يعني نكون افضل من كاريزما 1. انا يعني ان شاء الله اقول انه بيكون فيه اختيار متسابقين يعني بعناية، وكذلك اختيار المقدمين سوف يكون بعناية، وحنا يعني الجميع نعمل جاهدين في ان يعني نصنع من كاريزما 2 نجوم اقوياء، يعني افضل بكثير من نجوم كاريزما 1. وانا بالنسبة لي ان نجحت فسوف افتخر، وان فشلت كاريزما 2 سوف افتخر يعني باني من كاريزما 1. طيب ابو حمود، احنا اخذنا سؤال مع ابو عنزي بخصوص كاريزما 1 و 2. الان ابغى اسالك في برنامج مراجل، كيف تحكم على هذه التجربه للنسخه ولك كناقد في هذه النسخه؟ والله شوف اكون معك صريح، يمكن برنامج مراجل تميز عن البرامج الاخرى ببساطه المتسابقين، او خلينا نقول بوحده المتسابقين. المتسابقين ميزتهم في برنامج مراجل انهم اتحدوا سواء على قدع ولا على خطا. برنامج مراجل المتسابقين فيه شاف واحد من اخوياه، طبعا النسخه هذه ما شاء الله تبارك الله بدعها سالم معدي، سالم معدي نزل عندهم روح المطالبات، اول يوم بدا في النسخه هذه جاء سالم معدي يطالب، في جو النسخه كلهم معه صفوا، فصار عندهم ديدا انه اذا شافوا سالم معدي او شافوا الصف على السيج انه عندهم مطالبه، فاتحدوا مع بعض في برنامج مراجل انهم يكونون مع بعض على خطا ولا على صواب. هذه ميزه في برنامج مراجل، والدليل وقفتهم مع المتسابق مع النجم ريان الساهري عندما قرر الجميع انهاء الرحله او انهاء التجربه او انهاء السعي خلف احلامهم وطلعوا معه. ريان الساهري ما هو الا دليل اني انا اللي اقوله في النسخه هذه واتحادهم مع بعض ووقفتهم مع بعض، ما هي الا دليل النسخه هذه وحدتهم قويه. النسخ كلها اللي راحت بينهم قوة بينهم زرق طيب، لكن النسخة هذه إن بقت نسخة مع بعض ما دام هناك إعلام بتكون نسخة مراجل. يستاهلون، ونسخة مراجل نسخة مراجل فعلا. ننتقل للزميل عزيز زامل واستكمال بعض التوقعات والآراء حول هذه الليلة، تفضل.